انعكاسات الحياة على نجوى، وخاصة إن تجاوزت 40. نجوى رغم كل شيء وكل هالشكل الحلو والخبرة والمنصب يعني مع ذلك ما تزوجتي. ليش؟ يعني عم برحم أي رجال بده يعيش معي، هي هي القصة. يعني بعتقد في عدة أشياء عوامل بهذا الموضوع. ولا مرة كنت رافضة الموضوع، ولا مرة مني من النوع المفلسف بهذه القصة، ولا عندي موقف يعني رايحة بالفيمينيزم في للآخر، ولا العكس يعني. وحقيقة أغلب التجارب اللي وصلت فيهم لأنه يكون في زواج بآخر لحظة تتعرقل ولأسباب أوقات غريبة، الله بيعرف صالحي أكثر. صح. بتحبي هلأ؟ هلأ لا ابدا. لا هلا عامله بلوك على الموضوع. نجوى وخاصه انها تجاوزت 40. نجوى رغم كل شيء وكل هالشكل الحلو والخبره والمنصب يعني مع ذلك ما تزوجتي. ليش؟ يعني عم برحم اي رجال بده يعيش معي، هي هي القصه. يعني بعتقد في عدة أشياء عوامل بهذا الموضوع. ولا مرة كنت رافضة الموضوع، ولا مرة مني من النوع المفلسف بهذه القصة، ولا عندي موقف يعني رايحة بالفيمينيزم في للآخر، ولا العكس يعني. وحقيقة أغلب التجارب اللي وصلت فيهم لأنه يكون في زواج بآخر لحظة تتعرقل ولأسباب أوقات غريبة، الله بيعرف صالحي أكثر. صح. بتحبي هلأ؟ هلأ لا ابدا. لا هلا عامله بلوك على الموضوع. حياتك الشخصيه، تجوزتي؟ عندك اولاد؟ ما تجوزتي لانه قلتك انت خاطبه وتركتي وما عندك اولاد، لانه عندك وظيفه، او لانه هالقد تميزتي؟ يعني بتحسي انه الست تقدر تعمل اثنين وتنجح فيهم اثنيناتهم، وليش انت ما عملتيهم اثنيناتهم؟ بتقدر تعملهم، بس كل وحده يعني اذا انجبت في على القليل كم سنه بدها تعطي هيداك الجانب اكثر اكيد، لانه الامومه تفرغ كمان. ما كنت مستعده انه لا, لا 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 ما ثاقبت انا معي، ما ثاقبت يعني. لو يمكن باي لحظه من اللحظات اللي كان في مشاريع اني اكون مرتبطه مع حدا وانجب وانجبت بوقتها، يمكن ما كنت في شغلات ما كنت عملتها، كنت ضحيت فيها يعني. ما بس انه ما صار يعني، ما في سبب، ما في قرار كان، ولا لحظه كان في قرار. ما صار. بتحسي انه كان لازم تفوكسي عليها اكثر، ولا مبسوطه بالطريقه؟ مش بحس اني لازم فوكس عليها اكثر، بحس انه يعني عطتني قد ما عطيتها. كل شيء بيعطيكي قد ما بتعطيني. انا حقيقة يعني رغم انه يمكن طموحي الحب والغرام والعلاقة المتكاملة وكذا ووجود الرجل بحياتي، انا بحياتي انا اكثر شيء عطيته وعطاني بالمقابل غير اهلي يمكن هو شغلي. كل شيء تاني كان موجود بحياتي ما عطاني مثل ما عطيته. بس عطيتيه بس ما اخذته. ما حسسني انه عطيت لحد معين، وبلحظه وقفت لحتى قارن انه اذا اتس وورث يعني حرزاني كمل ولا لا. وكنت كل مره الاقي انه يعني اذا ما بدي اكون هيك يعني، ما بدي اكون سنجل ماذر، ما عندي هيدا الهدف ابدا، ولا بدي اكون تعيسه يعني انه ما بمرق بلحظات وحده. اكيد بمرق بلحظات وحده، ما بمرق بلحظات بحس بنوع من الثقل اكيد، بس انه بالمقارنه لما برجع بفكر ولما برجع بعيش شغلات وبحس بالتعاسه يلي كنت امرق فيها بهديك الفتره، انه لا تعيسه مره كل شيء كم شهر احسن من تعيسه كل يوم. بس حبيته يمكن كذا مره. ايه ارتبطت بس انه تكون ارتبطت مش عن حب مثلا. لا ماني من النوع اللي بيرتبط مش عن حب، بس انه ما بعرف اوقات بقول ما بعرف اذا فرض يعني هالقد انا عرفت هيدا الحب اللي ممكن اخدر عنه اوقات.
ما بعرف يعني، ولا مره حسيت انه يمكن في شغلات لها علاقه بالعمر وبالعشره وبالظروف كلها اللي يعني اكيد هلا بهيدا العمر مش رح اتعلق بشخص او انظر لشخص مثل ما كنت انظر له من 10 سنين ولا مثل لما كنت صغيره يعني، كل شغله وإلى ظروفها، بس انه هيدا الحب اللي لطيف القاتل اللي لا انا ما عرفته. مين احلى انت ولا هي؟ لا اكيد انا. اكيد انت اكيد. هالثقه بالنفس تنعكس على